حديث عن دلالات هذه الاستضافة يسرنا نستضيف معنا على محمل على الوعد السيد علي الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجمباز والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز. يا مرحبا ومسهلا يا أبو أحمد، منورنا. مرحبا باقي، الله يحفظك، وأنا سعيد بتواجدي معاكم ويعني المشاركة في احتفالاتنا وفرحتنا وملامستنا للحلم اللي أصبح حقيقة على أرض الواقع بكل عز وبكل فخر. كانت هذه البطولة التي ستظل في ذهون كل من حضر وشاهد هذه البطولة على أرض قطر. نعم نعم أخوي أبو أحمد، حياك الله، الله يحييك. الله يحييك. نبدأ أول شيء قبل أن ندش في مواضيع الجمباز والرياضة وهالأمور، أول شيء نبدأ في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر. عطنا رأيك في تنظيم البطولة كبطولة رياضية ضخمة. شوف، يعني الآن أنت عشان تتكلم عن التنظيم ما راح أتكلم أنا شخصيا، لكن ردود الفعل من الناس اللي جات هي اللي راح تعطيك التقييم الحقيقي. الناس منبهرة، الناس واصلة إلى حد لا توقع بالنسبة لهذه البطولة. صحيح. تنظيمها بامتياز لكل صغيرة وكبيرة، الرضا التام لكل المشجعين اللي حضروا لامسوا أرض قطر حقيقة، هم المقياس الحقيقي لهذا النجاح. لأن لو تكلمت أنا بيقول هاي قطري، أو إحنا نتكلم لأن بدافع غيرة ومحبة وانتماء، لكن الحقيقة قالوها كل من شارك وحضر في هذا المونديال، يبغى هذا المونديال علامة فارقة في جميع المونديالات، ويظل هو الرفرنس أو المرجعية اللي راح يقارنون بها أي بطولة. سيبغى تنظيم دولة قطر لهذا الحدث حدث استثنائي، والكل يقول لن يتكرر، لأن الاهتمام من يعني الأعلى الهرم السياسي والرياضي في دولة قطر منصب كل جهدهم على إظهار قطر، إظهار العرب والخليج، إظهار الكل بصورة التي تستحقها هذه الأمة بتنظيم هذا الحدث الكبير. بالفعل يا أبو أحمد، إحنا شفنا هذا الشيء، يعني توحدوا العرب دائما في قطر كلهم. نعم. في قضايا معينة وفي حتى الرياضة معينة، وشفنا كرم الضيافة من المواطنين والمقيمين، وشفنا يعني هذه الأشياء يمكن ما راح نعيشها مرة ثانية أبو أحمد، يعني هذه الأجواء خاصة هذه الأجواء حقيقة ما راح نعيشها يعني مرة ثانية. يعني أنك تحافظ على موروثك وأنك تحافظ على قيمك وتظهرها للعالم من خلال هذا الحدث الكبير، وأنك تظهر للعالم محبتك للسلام، يعني ناس نحب السلام وناس لنا قيمنا ومبادئنا ومحافظين عليها. يعني اللي كانوا يتخوفون من السلبيات اللي بتطلع من بطولة العالم، من الناس اللي راح تيجي، من الثقافات اللي راح نختلط بها، كلها راحت ادراج الرياح، وبقى قيمنا ظهرناها لهم، تمسكنا بديننا واخلاقنا كانت هي العلامة البارزة في هذا المونديال لنا احنا كقطريين، كخليجيين، كعرب، كمسلمين. واحنا شفنا هذا التأثير حتى على الجماهير والناس، شفناهم بالثوب وشفناهم بالغترة، شفناهم حتى مبادرات السلام، يعني يجيك يسلم عليه يقول سلام عليكم. صحيح. يعني حتى في كل الجماهير، اغلب الجماهير كلهم. نعم، هذه شغلة من الموروث اللي احنا تمسكنا به، الان نقلنا هذا الى كل من يشارك وكل من يحضر، صار يحب يلبس القترة والعقال ويظهر نفسه، يظهر حقيقة هذا البلد، حقيقة حبنا للخير وللسلام، حبنا لكل البشر، ويعني قطر كانت ذراعها مفتوحة للكل واحتضنت الكل في أجواء تفوق الخيال. نعم أخوي أبو أحمد، حتى إحنا ما يحتاج نتكلم، عندنا الواقع والإعلام. صحيح. يتكلم في هذه الأمور والكل قاعد يشوف هالأشياء. عندنا حين استضافة كأس العالم في قطر، وشو الإضافة اللي تضيفها هذه الاستضافة عندنا للرياضات الثانية عندنا في قطر بشكل عام؟ حقيقة هذا الحدث الأكبر على مستوى العالم. نعم. بطولة كأس العالم لكرة القدم،
انت لما تنظم حدث بهذا الحجم وبهذه القدرة وبهذا الدقة في التنظيم، اذا انت تستطيع ان تنظم اي حدث بعد ذلك. تمتلك الخبرات، تمتلك الامكانات، تمتلك البنية التحتية. اذا كل العوامل تتوافر لنجاح اي تنظيم لاي حدث. فبالتالي انت لما تقدم ان شاء الله في المستقبل حسب الرؤى الموجودة للأولمبياد، أتصور أن يكون بالإمكان أن احنا ننظم الأولمبياد، ولأن يصبح حلم جديد وأنا ننتظر لملامسة هذا الحلم بإذن الله تعالى. احنا أبو أحمد يعني قطر اللهم لك الحمد من بداية 2000 وإلين 2006 وصار فيه تحول إلى قبلة رياضية بشكل كبير، خاصة مع طبعا استضافة قطر الألعاب الآسيوية في 2006 والألسياد، وكلنا نذكرها يعني وكيف كانت أجواءها ممتعة. الآن في أخبار أن قطر راح تقدم ملف لاستضافة الأولمبياد 2036، يعني شفنا مصادر مثلا من رويترز وغيرها من المصادر أنه وفي والملف قوي يعني، وهذا الشيء أو ممكن كأس العالم يساعد أن قطر تفوز بهذه الاستضافة. حقيقة يعني كل مقومات النجاح لاستضافة حدث مثل الأولمبياد متوافرة الآن في دولة قطر، بنية تحتية، منشآت، وأيضا يعني الناس اللي راح تدير هذا الحدث أصبح هناك في خبرة تراكمية وجدت وخلقت لدى من يعمل في هذا المجال الرياضي. خصوصا هناك أحداث كبيرة نظمت في دولة قطر ابتداء من كرة اليد، من الملاكمة، من الجمباز، الآن عندنا التيكواندو، السباحة، الألعاب، كلها بطولات كبرى، وبالتالي تهيئ المناخ وتهيئ المجال وتعد لملف متكامل لاستضافة الأولمبياد. فكل الأمور مهيئة، استقبال الأعداد الكبيرة من الناس في سلاسة دون أي تأخير، علامة يعني الناس تتعجب. يجون المطار بالآلاف وفي سلاسة خلال من 5 إلى 7 دقائق بالكثير بالضبط. له طالع من المطار وخالص إجراءاته كلها، وهذه من المكاسب اللي طلعنا بها. الناس اللي جات كلها الآن نقلت الصورة السلبية اللي موجودة واللي حاول القرب كان يبثها تغيرت. كل هذول سفراء لدولة قطر ولهذا الحدث. نعم أخوي أحمد، بندش الحين إن شاء الله في موضوع الجمباز بنتعمق فيه أكثر ونكمل باقي حديثنا مع أبو أحمد. يا مرحبا الله يحييك. يا مرحبا بك أبو أحمد. نرجع حق موضوع الجمباز. نعم، كرة القدم تعتبر من الألعاب يمكن السهلة اللي تقدر تلعب فيها في أي منطقة موجودة، مثلا تقدر تروح تلعب في الحوش في الشارع. الجمباز يمكن محتاجة أو جو أو منطقة خاصة عشان لعبة الجمباز. حقيقة الجمباز من الرياضات اللي تحتاج تجهيزات فيها أمن وسلامة، لأن لعبة مثل ما أنت عارف يعني فيها درجة يعني يجب تتوفر سيفتي والأمان للاعب. لذلك دائما ما تلعب في الصالات المغلقة كالفني أو يعني الفني بالذات أحد الفروع هذه الرياضات. الجمباز كما تعرف ويعرف الجميع هم 7 فروع، لكن نتكلم عن الأساس الجمباز هو الجمباز الفني، الجمباز اللي فيه 6 أجهزة للرجال و4 أجهزة للسيدات. طبعا يجب تتوافر فيه مثل ما قلت لك الأمن والسلامة، أجهزة تكون للتدريب وفيها حماية للطفل أو للمتدرب لما يعمل الحركات الرياضية، فبالتالي تحتاج هاي الخصوصية. كرة القدم رياضة يعشقها الجميع ويمارسها الكل، ولكن يبقى الجمباز رياضة هي الأساس لأي رياضة أخرى. نعم الله يعطيك العافية. البيسك اللي ينطلق منه يعني أي رياضة. نعم الله يعطيك العافية. فيها الإطالة، فيها التوافق الحركي،
فيها تركيز كل مقومات الرياضات الأخرى اللي تبنى عليها في المستقبل. نعم الله يعطيك العافية يعني أبو أحمد على هذه الشرح المبسط لي دائما للجمباز. وإحنا أحمد يعني ممكن واحد يسأل، أنا أتكلمك عن نفسي كشخصيا، أنا كانت بدايتي مع الجمباز في المدرسة يعني، لكن ليش دائما رياضة الجمباز غير منتشرة ما نتكلم في الخليج وبس، في الوطن العربي بشكل عام يعني ما لها هذاك الانتشار مع أنها رياضة مهمة ورياضة أساسية يمكن حتى نقطة انطلاقة لجميع الألعاب؟ يسمونها أم الألعاب دائما ألعاب القوة والسباحة والجمباز، هذه الرياضات الأساسية الأولمبية. بالتالي طبعا ثقافة هذه الرياضة لأنها تحتاج خصوصية لمزاولتها، انتشارها مش بالصورة يعني الكبيرة، لكن الطفل دائما يحب يمارسها. صح، لأنه حركة شوية أغلب الأطفال يلقى يعني الشغلبات يتعنكش ينقز من مكان لمكان، فرياضة محببة للطفل. بالتالي نتكلم احنا عن ثقافة لهذه الرياضة. الآن يعني اختلف الوضع، صار في زيادة، صار في اهتمام، احنا عندنا صالات للجمباز في يعني صالة خولة واحد وصالة خولة اثنين وأيضا صالة المنتخب اللي هي في صالة المانع. كل هذه الصالات فيها عدد كبير من اللاعبين الآن اللي يعشقون هذه الرياضة واللي أيضا أولياء أمورهم يتفهمون لهذه الرياضة. مثل ما قلت رياضة الجمباز تبني لأي رياضة أخرى، فأي لاعب يجي يمارس هذه الرياضة يقدر يلعب أي رياضة أخرى وبيتغان، لأن مثل ما تكلمنا دائما هي أساس لأي رياضة. نعم أبو أحمد، زين الحين رياضة الجمباز هل السبب عدم انتشارها تكاليفها العالية؟ هي حريصة يعني أنت لما تجي في مثلا في المدارس لما تبى تخصص صالة المدرسة للجمباز حتخصصها الجمباز فقط، لا يمكن تمارس فيها رياضة أخرى، لذلك تحتاج الخصوصية وتحتاج أن تكون أدواتها ثابتة وتثبت عشان الأمن والسلامة، فلذلك هذه من العوامل اللي عدم انتشارها كثير. لكن مكلفة طبعا، أجهزة مكلفة لكن متى ما توفرت يعني العناصر لهذه الرياضة راح يكون في عدد كبير، وراح يكون في أيضا يعني مثل ما تكلمنا وأعيد وأقول هذه أساس لأي رياضة أخرى، لاعب القدم، السلة، الطائرة، كل الرياضات تبنى على الجمباز. بس في نقطة مهمة يعني أغلب يمكن أولياء الأمور اللي أنا أذكرها على أيام طفولتنا في المدارس كانوا يحذرون من الإصابات في رياضة الجمباز، وكان يعني معظم أولياء الأمور مثل ما تقول ما يفضل ولده يلعب جمباز خوفا من الإصابات، خوفا من مثلا يتعلم هاللعبة. إذا ما توفرت الأدوات الصحيحة، إذا ما توفر المدرب الفاهم والناس اللي يعني البيئة متى ما كانت بيئة صالحة ما راح يكون في إصابات، رغم أي رياضة فيها إصابات. صحيح، نتكلم عن البيسك لا توجد إصابات إلا كان فيه مال، إذا كان فيه يعني طفل يحب يجرب حاجة بروحه من دون وجود مدرب إسناد يلعب بعشوائية، خلينا نقول بالضبط يعمل حركة ما تدرب عليها، فهنا يعرض نفسه للإصابة. فاللي موجود عند أولياء الأمور مجرد بس فكرة قديمة إن لا يعني بالعكس، الجمباز مثل ما قلت لك رياضة يعني بتدريبها الطويل تحتاج وقت طويل فعلا، يعني اللاعب عشان يبدأ في هذه الرياضة ويلعب 10 سنوات من الإعداد عشان يصل إلى المرحلة اللي هو مثل فيها هذه الرياضة، فتحتاج وقت طويل لتمثيل اللاعب الرياضي، وتحتاج وقت إعداد. أبطال العالم تمرنون 10 ساعات في اليوم، من يتمرن 10 ساعات عشان يصل إلى فورمة يكون عالية؟ المعتاد 3 ساعات صباح وثلاث ساعات مساء، لكن لما تجي البطولات يزيد الحمل لأنه يحتاج أنه يتقن كل جمله الرياضية في الجمباز بصورة
تأهله وتعطيه المجال انه يعتلي منصات التتويج. الله يعطيك العافيه ابو احمد، يعني واحنا معكم يا مرحبا مع الجباز ان شاء الله. الله يعطيك العافيه ابو احمد. لو نتكلم من الناحيه الاداريه، انت كرئيس اتحاد الاتحاد القطري للجمباز وايضا نائب الاول لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز، فازت قطر باستضافه الجمعيه العموميه للجمباز، لو تكلمنا عن هذا الحدث، كيف استضافت قطر مثل هذا الحدث العالمي ومتى راح يكون ان شاء الله؟ حقيقه قبل لا نتكلم عن فوزنا باستضافه الجمعيه العموميه للجمباز لسنه يعني 2024، هذه رسالة من خلال قناة ريان شكر وعرفان لسعادة الشيخ جوعان رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، وإلى سعادة جاسم البعنين الأمين العام لدعمهم اللي وجدناه وحصلنا عليه في تمثيل ملف قطر لاستضافة هذا الحدث. أخص بالذكر أيضا الإدارات المعنية، إدارات التسويق والعلاقات الدولية اللي شكلوا فريق عمل واحد، وبالتالي قدمنا ملف أقنع الجميع بالإمكانات الموجودة والبنية التحتية وبالتاريخ أيضا للجمباز. احنا صار لنا أكثر من 14 سنة نقدم سلسلة كاس عالم بخلاف طبعا بطولة العالم اللي نظمناها 2018، هذا كله إرث ساعد على أن احنا نفوز بهذا الاحتضان، خصوصا هذه الجمعية راح تكون جمعية انتخابية وراح يشارك فيها أكثر من 150 دولة تحتضنها قطر إن شاء الله. إن شاء الله. ويعني أيضا رسالة شكر من خلالكم لكل فريق العمل لأن قدموا عمل فعلا يثلج الصدر، وبالتالي توجنا بهذا الفوز الساحق في الجمعية العمومية اللي أقيمت في إسطنبول، وكسبنا الرهان وكما هو معتاد دائما الملفات القطرية ما تقنع وتبدع وتفوز. اللهم لك الحمد. احنا نشوف يعني هذا على مستوى كل الرياضات، ليس نعم. فقط محصول على صحيح. كرة القدم ولا الجمباز او غيرها من الالعاب. انت ذكرت يعني استضافة مثل هذا الحدث جمعية عمومية 2024، اكثر من 150 دولة تكلمت. نعم. يعني وفي انتخابات، الانتخابات هذه ايش راح تكون عنها بالضبط؟ هل هو كاستضافه رئيس جمعيه عموميه او كدوله مرشحه لاستضافه مثلا حدث معين؟ ايش راح تتكلم عنها بالضبط؟ يعني؟ طبعا الجمعيه العموميه يسبقها اجتماع المكتب التنفيذي اللي يحدد ويرسم كل الرؤى للاتحاد الدولي. ايضا الانتخابات راح تكون فيها انتخابات للرئيس وللنواب ولاعضاء مجلس الاداره الجديد. فلذلك الكل يحرص بوجوده ودعمه لهذا الحدث، خصوصا راح تكون مرحلة جديدة، ودائما ما قطر ما تكتب التاريخ لمختلف رياضات، وهذا نحن الآن نعيد التاريخ من جديد ونكتب عدد لرياضة الجمباز. نعم. وأحمد قبل أن ننهي نبي نصيحتك لهواة الجمباز وللعبة الجمباز بشكل عام. حقيقة شوف الجمباز لمن يعشق الجمباز أو غير ما يعشق الجمباز، أنا كولي أمر دائما وأبدا أحرص أقول دع ابنك يلعب الجمباز ويمارس هذه الرياضة لأمور كثيرة، مو بالضرورة أنه يواصل في الجمباز، ولكن تحميه أساسيات الجمباز من الإصابات في أي رياضة أخرى. يعني الإطالات والاسترتشات والتوافق الحركي والعضلي والأدوات اللي كل يؤديها يعني اللاعب في رياضة الجمباز تعمل له حماية للمستقبل من إصابات مختلفة، خاصة عندنا جيل يعاني من قلة الحركة عندنا. صحيح، يعني في أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة نظر، ولكن بالرياضة دائما نبني. نعم. ونقوم ونصحح مسار. الله يعطيك العافية، كل الشكر للسيد علي الهتمي رئيس الاتحاد القطري للجمباز والنائب الأول للرئيس لرئيس الاتحاد الدولي للجمباز. الله يعطيك العافية أبو أحمد على تواجدك معنا، بيض الله وجهك. أبو أحمد يعني كان جاي من السفر قبل كم يوم ومريض. وبيض الله وجهك على تواجدك وعلى قبول الدعوة، احنا تشرفنا بتواجدك معنا ونقول لكم ألف مبروك هذه الاستضافة الجمعية العمومية 2024، وإن شاء الله استضافات البطولات العالم إن شاء الله. جزاكم الله خير. أنا حقيقة يعني سعيد
تواجدي معاكم على قناة الريان. يا مرحبا. شاركت وياكم أفراح وشفت وحسيت بإحساس آخر لما أشوف المراسلين وأشوف الحدث وأشوف يعني كل الأمور، شعور آخر. ثانياً تسليط الضوء على رياضة الجمباز، هذه رسالة من خلالكم للجميع وللمجتمع، وأيضاً تشجيع لهم لممارسة الرياضة. ما أقول الجمباز ولكن أخص بالجمباز، لأن الجمباز يبغى دائماً أساس لأي رياضة. نعم، الله يعطيك العافية أبو أحمد. أبو يضلا، واجب على تواجدك معنا.